شو البروسيس ستارفيشن وكيف الايجنج بيقدر يمنع الحدوث. شو حكينا الستارفيشن؟ انه البروسيس جاهزه للتنفيذ حالتها ريدي بس عمرها ما راح صح؟ عمرها ما راح تاخذ وقت من السي بي يو. شو حكينا الايجنج؟ الايجنج انه مثلا نزيد البرايورتي مثلا زي البروسيس الخامس البرايورتي لها البروسيس الثانيه مثلا هون عندنا بالمثال البروسيس الاولى مثلا البرايورتي لها خمسه صح؟ يعني اقل برايورتي راح تتنفذ بالاول مثلا لو نفترض وصلت على وقت 10 نفترض البرايورتي لها خمسه اجت شو بننفذ؟ بي 3 بعديها ايش؟ بي 5 بعديها ايش؟ بي 4 بعديها بي 3 اجت بروسس جديده البرايورتي لها اثنين بنفذها قبل ايش؟ بي 1 بدت اجت بروسس جديده بدها البرايورتي اعلى منها من بي 1 بنفذها. كيف الايجنت فكرته؟ انه اذا فتره معينه البروسس وقت طويل نفذت شو بزيد لها؟ البرايورتي. مثلا البي 1 كانت خمسه شو مثلا بعملها البرايورتي؟ مثلا اربعه ثلاث. اذا مضى عليها وقت كثير وما تنفذتش شو معناته؟ البرايورتي بزيد لها البرايورتي. مثلا ما تكون خمسه بعملها برايورتي ثلاث، بدل ما تكون ثلاث بعملها برايورتي اثنين، مثلا بعد ساعه بعملها اربع برايورتي. واضح؟ واضح شو المقصود بالايجنت؟ سامعيني شباب؟ دكتور ايوه صوتك راح. بس نحكي شو الايجنج؟ الايجنج اذا البروسيس البرايورتي لها واطي كثير وعمرها ما راح تتنفذ شو بنعمل؟ بنزيد لها البرايورتي. زي بي 1 كانت البرايورتي 5 مثلا بعملها ايش؟ برايورتي 4 3 2. كل ما يزيد الوقت قاعد بزيد لها ايش؟ البرايورتي مشان تقدر تتنفذ. واضح شباب؟ واضح. طيب هاي مشكله الستارفيشن وكيف حلوها من خلال الايجنج بالبرايورتي. طيب حكينا كيف السايز بالتايم كوانتوم بيأثر بالراوند روبن. إذا كان عالي كثير السايز مثلا عملنا 100 شو بترجع كأنها تقريبا الراوند روبن؟ فيرست كم فيرست سيرف سيميلر تو فيرست كم فيرست سيرف صح؟ وإذا كان التايم كوانتوم قليل كثير شو بزيد؟ الكونتكست سويتش صح؟ بصير عندنا ماني كونتكست سويتشز. والكونتكست سويتشز زي ما بتعرف الكونتكست سويتش شو هو؟ اوفر هيد تايم. هل بننفذ فيه أي شيء؟ لا. السي بي يو بينفذ اي عمليه اي شيء؟ لا، بس قاعدين نتنقل من بروسيس لبروسيس صح؟ صح؟ وهذا كله وقت ضايع. عشان هيك بننقي الكوانتم تايم يعني بتوازن، لا هو عالي كثير ولا هو واطي كثير صح؟ طيب شو مفهوم السي بي يو يوتيلايزيشن؟ انه نعمل السي بي يو بيزي قدر المستطاع، انه دائما السي بي يو شغال، بديش اياه يكون معطل صح؟ شو الريسبونس تايم؟ الريسبونس تايم من اول ما كان اول مره تنفذت فيه البروسيس من وقت اللي كانت فيه جاهز صح؟ يعني زي اللي اخذنا المثال اول مره تنفذت على وقت 10 وكانت جاهزه بوقت 2، قديش الريسبونس تايم لها؟ 8 صح؟ ممكن تتنفذ باكثر من مره، احنا بدنا اول مره تنفذت فيه الريسبونس تايم. اوكي؟ اوكي. التيرناراوند تايم لا، الوقت اللي من اول ما كانت جاهزه البروسيس لعند ما صارت حالتها terminated. من اول ما كانت ريدي لعد ما صارت حالتها ايش؟ terminated. ممكن يكون في عندنا تن اراوند تايم في لها اكثر من ويتنج تايم صح؟ زي الراوند روبن، زي الشورت ريمينينج تايم فيرست، زي ما اخذنا زي الراوند روبن ممكن يكون لها اكثر من ويتنج تايم بالاضافه له ايش؟ الاكسكيوشن تايم او السي بي يو بيرست. حكينا التن اراوند تايم هو الويتنج تايم زائد السي بي يو بيرست. الثروبوت شو حكينا عنه؟ عدد المهام المنجزه بوقت محدد صح؟ number of tasks can be completed per unit of time. اوكي؟ حكي حسنات وسيئات الفيرست كم حكيناهم؟ حسنات تسهيل easy to implement والعدد الكونتكست سويتش اقل عدد ممكن لانه بحاله واحده بتنتقل للبروسيس الثاني اذا خلصت او صارت حاله ويتنج صح؟ تمام. والنسخه غير متقطعه. المشكله الرئيسيه اللي فيها ايش؟ حكينا اذا بروسيس بدها وقت قليل مسبوقه ببروسيس بدها وقت عالي بتستنى كثير. زي انت بدك تطبع ورقه في واحد وصل قبلك مثلا بثانيه وبده 1000 ورقه، انت بدك تستنى ال 1000 ورقه اللي تستنى تكون باي افكت صح؟ هذا هاي هي كانت الوظيفه الثالثه. طيب نشوف الوظيفه الرابعه شباب. لو حكينا عندنا الانفورميشن التالي بالجدول وحكى لك استخدم الفيرست كم فيرست سيرفد الجوريثم تو الوكيت ميموري تو بروسيسز فور ا ميموري سايز. كل الميموري سايز قديش عندنا؟ 5120 كيلو بايت. اول جزء كان عندنا 800 كيلو بايت لمين؟ للاوبريتنج سيستم. حكينا بالعاده شو عندنا بتكون؟ شو حكينا؟ المين بتقسم الى جزئين، الجزء الاول لايش؟ للاو اس، والجزء الثاني لايش؟ يلا شباب، الجزء الثاني لايش؟
لليوزر بروسيسز صح؟ واضح شباب؟ واضح دكتور. الصوت بس بيقطع دكتور. طيب بس نشوف. طيب حكينا كل المين ميموري قديش عندنا؟ 5120 هيك الصوت واضح يا شباب؟ تمام دكتور. طيب اول جزء لمين راح؟ 800 كيلو للاو اس. الاو اس معناته من صفر الى 800 صح؟ البقيه اللي ظلوا قديش ظل تقريبا؟ 4360 كيلو بايت صح؟ كل المين ميموري قديش؟ 5120 اول جزء من للاو اس من صفر ل 800 صح؟ طيب اجت على الفيرست كم فيرست سيرف، مين اول بروسيس وصلت على وقت 5؟ بي 2 بنفذها، هل بقدر ادخلها البي 2؟ يلا يا شباب بنقدر ندخل لانه عندنا حجمها البيج انف الهول اللي عندنا صح؟ حكينا تقريبا 4360 والبروسيس 2000 اوكي هاي دخلنا بي 2 هاي بي 2 لوين راحت البي 2؟ ل 2800 صح؟ تمام واضح؟ طيب على وقت 10 على وقت 8 شو اجت بروسيس؟ 1400 هل بقدر ادخلها؟ قديش ضل عندي؟ ضل عندي تقريبا 2120 اوكي معناته بيج انف بدخل البي 4 تمام هاي البي 4 لوين البي 4 ل 1400 معناته 4200 طيب قديش ضل عندي هيك 920 ظل عندي صح كلها 5120 انا صرت مستغل منها 4200 قديش ضل عندي 920 طيب على وقت 10 اجت بي 1 هل بقدر ادخلها لا ليش؟ لأنه حجمها أكبر من الهول حجمها أكبر من الهول معناته لازم ويت يصير لها صح؟ طيب صح. على وقت 15 إجت كمان 1000 بقدر أدخلها؟ لا لأنه ظل عندي 920 صح؟ صحيح طيب على وقت 20 وصلت 600 هل 600 بيج إناف الهول عندي ظل؟ يس صح؟ واضح يا شباب؟ طيب هاي دخلنا البي البي حكينا إيش؟ 3 على وقت 20 هاي بي 3 ل 4800 صح؟ قديش ضل عندي؟ 320 بالهول صح؟ هل ال 200 بتزبط عندها؟ 22 يس هاي كمان نسيت هاي نسيت طيب هون دخلنا ايش راح ندخل؟ البي 6 ب 200 اي بي 6 ل 5000 الفري هول ظل عندي قديش؟ 120 هاي الهول هاي الفري فري هول 120 واضح يا شباب؟ واضحه؟ ان شاء الله طيب شوف السؤال الثاني بحكي لك افترض عندي الميموري كانت عندي كالتالي 250 و550 و200 و350 و650 كيلو بايت بالاوردر هاي البارتيشنز اللي عندي هل شرط ورا بعض؟ لا بس عندي فري هولز الهول الاول 250 الثاني هالقد وهالقد عن سؤال وصل من الحلة بالفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت بستقلل البروسيس اللي وصلت بالتالي اوكي؟ شوف الفيرست فيت هاي فيرست شو الفيرست فيت حكينا؟ هل في داعي ازور كل الهولز؟ لا، اول هول كل شيء بحطه فيه صح؟ طيب عندنا كان كالتالي صوتي دكتور الصوت بيقطع طيب شوي شوي طيب اول اشي كان عندي الهول الاول قديش حكينا 250 الثاني 550 الثالث يعني خلينا نحكي من 0 ل 250 وهذا 800 صح هاي ل 800 200 وبعديه قديش 200 ل 1000 هاي الفري هول وبعديها 350 ل 1350 و650 ل 2000
هذا الهول حجمه 250 550 هيك كانوا عندي صح؟ طيب وصلت اول بروسس 350 بشوف الهول الاول هل بصحة؟ لا. الثاني بصحة. اوكي بحط لا 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 الثاني الثاني بصحة 800 وهي 350 بصحة. بحط بي 1 صح؟ بصحة. من وين لوين راح تاخذ؟ ل 600 من 250 صح؟ لا وطول 350 ل 600 صح؟ واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب معناته صفى عندي من 600 ل 800 ايش؟ الفري هول قديش صفى؟ كان 550 قديش صفى فاضي عنده؟ بس 200 صح؟ واضح شباب؟ طيب واضح يا شباب؟ هاي من 600 ل 800 قديش صفى عندي؟ 200 طيب وصلت بي 2 ب 415 هذا الهول قديش؟ هذا معناته فعليا هذا الهول قديش 250 وهذا الهول قديش 200 وهذا 200 وهذا 350 وهذا 650 وين بس ارتساع 650 بالاخير بهون صح آه. واضح هون بحط بي 2 بي 2 لا من 1750 1765 1750 صح طيب تمام ولا هاي انسيت روبلو لل2000 هون الفراغ واضح؟ واضح طيب. وصلت الأولى ب 150 البي 3 ب 150 وين بتوصل؟ بالبداية صح؟ بالبداية هاي بي 3 قديش حكينا؟ 150 معناته صفى عندي فراغ قديش؟ 100 وهاي وهاي ل 250 فراغ طيب اجت بعديها بروسيس 4 430 هل فيه اي هول سعته 430 بنشوف فون قديش سعته صفى 100 صح من 150 ل 250 100 صح والبعديه كان من 250 ل 600 محجوز من 600 ل 800 هاي الهول 200 صح خلينا نكتب الفري هول بس مشان توضح معنا اكثر الفري هول هون قديش عندنا هون الفري هول قديش 100 صح هون الفري هول 200 صح طيب هون قديش حكينا الفري هول كمان 200 طب دكتور ليش ما تكون بي 5 الثانية مش بي 1 بعدها مش واصلة بي 5 فهينا منوصل فيهم بالترتيب بحكي لك وصلوا بالترتيب صح؟ هون الفري هول 350 غلط هون 350 وهون عندنا قديش ضل 235 واضح يا شباب؟ طيب اجت البي 4 430 منشوف اول هول قديش عندنا فراغ 100 بصحوش الثاني 200 200 350 235 شو معناته لازم بتستنى تستنى بقدر ادخلها لا طيب اجت بي 5 40 وين بدخلها اول فري هول هون. اول هول صح تمام طيب. هاي انسيت روبل هون دخلنا ايش بي 5 هاي بي كده صفى هذا 60 صح طيب اجت بي 6 بدها 100 هذا قديش فيه 60 وهذا 200 معناته هون بدخلها صح هاي بي 6 من 600 ل 700 بضل الفري بي 6 حكينا قديش من قديش بدها 700 وهذا قديش صفى الهون 100 واضح شباب واضح دكتور هاي من المثال اللي عندنا ايش اسمه external fragmentation كيف external fragmentation البروسس بي 2 صح لازم ويت البروسس 2 لازم ويت بس شو المشكله لو نجمع الفري هولز عددهم اكثر من 415 بس المشكله انهم متبعثرات مش متلاصقات حكينا شو هاي حلها الكومباكشن ان اجمعهم كلهم بول واحد صح نحله نفسه على البيست فيت طيب
هون هاي بيست فيت. البست فيت حكينا لا مش بالضرورة أزورهم، لازم أزور كل فري هولز صح؟ تمام صح؟ ويكون عددهم إيش؟ خلينا طيب خلينا نشوف بس أول شيء الشباب شوي معي. نحط أول خمسة هولز عندنا بالبداية. الفري هول الأول قديش كان؟ 250. والثاني؟ 550. 550 ايه عفوا 550 والثالث 300 يعني الرابع شوي نشوف 250 وخمس لا 200 350 300 بعديها 350 صح؟ صح تمام. والاخير قديش كان؟ 650 650 طيب خلينا نحذف هذول. هاي اللي عندي الخمسه هول صح؟ طيب وصلت اول بروسيس اللي هي قديش 350. شو لازم اشوف كل الهول هاي بيسع الاول هذا قديش بيترك 200 هذا بيسع هذا بيترك صفر هذا بيترك 300 البس اللي بيخلي نحطهم على 1350 هو صح؟ تمام هاي معناته ما ظلش فري هول صح؟ هون بحط بي 1 ظل فري هول عندي؟ لا زيرو صح؟ لا لما احط 350 بيظل اشي؟ لا هاي بيظل اشي؟ لا واضح؟ طيب بعديها وصلت البي 2 البي 2 قديش بدها 415 وين ابتساع البي 2؟ اما بالهول الثاني او الثالث وين بحطها؟ بالهول الثاني لانه بترك اقل عدد ممكن صح؟ صح هاي حطينا بي 2 هاي بي 2 قديش حكينا 415 هون قديش صفى الفري هول من 550 135 135 صح؟ صح طيب. نيجي بعديها شو وصلت عندنا؟ البي 3 150 ال 150 بالاول بتسع بس قديش بيخلي؟ 100 هون بتسعة شلون بيخلي 50 هون بيخلي 500 وين بحطها؟ هون صح؟ واضح شباب؟ دكتور واضح بس أنا مخربط عندي الـ الفراغات بالفري بالهولز طيب مش مشكلة بشوف الحل إن شاء الله يا هلا طيب هلا بنحط هون بنحط ايش شلون حكينا؟ بي 3 قديش كان بدها؟ 150 هون الفري هول قديش صفى عنا 500 كان 200 صفى قديش بده 50 اوكي اوكي دكتور بي 4 يلا بي 4 البي 4 قديش بدها 430 وين بتوسع بعد الاخير من 1350 ل 1780 هون يعني بدها تيجي ايش؟ بي 4 هون بي 4 حطينا ما قديش مسافة قديش سايزها؟ بي 4 بدها اللهم صل على سيدنا 40 معناته قديش صفى عندي؟ 220 الهول صح؟ تمام شو وصلت؟ بي 5 40 وين بحط ال 40؟ بالخمسين لأنه بيخلي لي قديش بس عشرة صح؟ تمام هون حكينا بي 5 إلها 40 والصفة الفري هول عشرة هاي من الأمثلة على internal fragmentation العشرة هاي بالعادة مش رح نستفيد منها هاي بنسميها internal fragmentation صحيح يا شباب؟ بترك كمية قليلة جدا اللي بالعادة بالعادة حجم البروسيس اللي بده يجي بكون أعلى منها بقدرش استفيد من هاي المساحة التخزينية صح؟ والبي 6 بدها 100 وين بحطها؟ هلا فري هول 250 150 35 هون بحطها بال 600 بحطها بال 135 صح؟ من 665 ل 705 هون بي 6
قديش كان بدها بي 6؟ 100 100 هون قديش صفى عندي الفريول؟ 35 اوكي؟ 35 طيب الشباب؟ تمام خلينا نحله على الورست فيت قديش اول فري هول كان عندنا؟ 52 والثاني قديش كان؟ 550 والثالث 200 الرابع والخامس 650 الرابع لا نشوف 650 يعني تأكد بس شوي 250 و550 و200 و350 و650 هاي 350 وهاي 650 بس ننقل البيانات وصلت كالتالي هاي من نحله على ايش حكينا الورست فيت الورست فيت البست فيت انه بزورهم كلهم بس بخلي بتخلي لي ايش اكبر شيء اللي بتخلي لي اكبر عدد ممكن صح اكبر مساحه ممكن تمام يلا شوي بس يلا الأولى قديش بدها؟ الأولى قديش بدها؟ 350 وين بتسع؟ 350 و650 وين بحطها؟ 650 بساحة 3 هولز بحطها بال 650 لأنها بتخلي لي 300 تمام هاي بي 1 هاي 350 وهون قديش ضل الفري هول؟ 300 اجت البي 2 415 بصحاش غير ال 550 اجباري احطها بال 550 طيب هاي بي 2 415 قديش خلى عندي 135 35 اجت بي 3 وين بحطها؟ بال 350 صح؟ بي 3 بال 350 طيب هاي بي 3 بي 3 150 قديش ضل عندي بالظل 200 200 طيب البي 4 430 بقدر ادخلها؟ لا البي 5 40 وين بدخلها؟ بال 300 650 تحت 100 300 صفة 300 300 صفة 300 طيب وين بحطهم؟ البي بي 5 هاي بي 700 وبيظل عندنا 40 قديش بيظل؟ 260 اوكي اوكي طيب البي 6 100 وين بحطها كمان بال 260 صح تمام هاي نسوي هاي بي 6 بدها 100 صفى عندنا هون 160 تور بي 6 مندخلها فوق ليش 100 على شيء هون 300 يا عقب 260 هون مو هون 260 هون 250 مين بيترك اكثر ال 260 بخلي 160 هون بخلي 150 صح؟ طب احنا تحت مش دخلنا البي 5؟ طيب دخلنا البي 5 كانت 200 صح 160 اوكي 160 عفوا صح طيب اوكي دخلنا البي 5 صفى قديش؟ 260 هون 250 135 200 ولا 200 مين اكثر شيء بخلي لي؟ البي اللي في الاخر هول اللي هو 260 صح؟ بخلي لي 160 هذا قديش بخلي لي 100 هذا بخلي لي 100 هذا بخلي لي 35 هذا بخلي لي 150 صح؟ تمام اوكي اوكي
هاي نفس الطريقة، في داعي نحله؟ هاي نفس الطريقة شباب. طيب هلا شو حكينا الانترنال فراجمنتيشن والاكسترنال فراجمنتيشن؟ الانترنال اللي بيخلي لي ايش حكينا؟ داخل لما البروسيس زي البيست فيت تخلي لي اقل عدد ممكن داخل البلاك، انه الهول انه هذا بالعاده بقدرش استخدمه مره ثانيه لانه حجم البروسيس اللي بدها تيجيني بدها تيجيني اعلى منه، صح؟ زي خلالك واحد شيء. الاكسترنال فراجمنتيشن حكينا مجموع الفري هولز اكبر من حجم البروسيس زي اللي شفناه عندنا هون بالمثال الورست فيت، حكينا شو لازم تستنى؟ بي 4. مجموع الهولز اكثر من 430 بس ما قدرناش ندخلها، شو حله؟ حكينا الكومباكشن، صح؟ صح شباب؟ صح دكتور. طيب شو الفرق بين اللوجيكال والفيزيكال ادرس؟ حكينا اللوجيكال ادرس اللي بنشئ السي بي يو، بينما الفيزيكال ادرس اللي بتتعامل معه الفيزيكال ميموري. لازم نحول اللوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس. حكينا مثلا زي ايش بيحولوا؟ الهاردوير زي الميموري مانجمنت يونت اللي بتحول اللوجيكال ادرس لفيزيكال ادرس، صح؟ صح شباب؟ تمام. طيب بس اعطونا 10 دقائق مشان نرجع كمان ناخذ مثال على البيجنج، كمان اخر محاضره اليوم. ماشي شباب؟ ولا يهمك دكتور، ماشي. بس 10 دقائق شباب. يعطيكم العافيه. يا دكتور. هلا دكتور.